ولإلقاء الضوء على الطفرة التنموية التي تشهدها سيناء في الجمهورية الجديدة، ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا. نتحدث عن طفرة هائلة في سيناء، وصفك الخاص لما يحدث في سيناء من تنمية وعمران. هو في البداية مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء بكرة يوم الخميس إن شاء الله، يوم 25 إبريل. طبعا الطفرة التنموية اللي حدثت في سيناء دي طفرة كبيرة جدا خلال 10 سنوات الماضية. احنا شفنا من بعد رفع العلم المصري على أرض سيناء وعلى الحدود الشرقية المصرية، لم نجد أي اهتمام كبير من الحكومات المصرية السابقة بسيناء، ولهذا السبب أصبحت الأراضي السينوية للأسف شديد مقرا للتنظيمات والجماعات الإرهابية، سعت بعضها إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية. لكن من عام 2014 كان في استراتيجية واضحة لإعادة بناء وتنمية سيناء، وكان هذه الاستراتيجية واضحة مبنية على شقين. الشق الأول اللي هو الشق الأمني، وهو المواجهة العسكرية مع التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي استوطنت على أرض سيناء. الشق الثاني، وده كان مهم جدا، اللي هو التنمية الشاملة داخل أراضي سيناء، لأن التنمية هي حائط الصد الأول أمام الفكر الإرهابي وأمام التطرف وأمام التنظيمات والجماعات الإرهابية. شفنا في البداية طبعا دي كان أهم شيء، اللي هو ربط سيناء بالدلتا، بمحافظات الدلتا، لأن كان هناك النفق الشهيد أحمد حمدي فقط هو اللي بيربط سيناء بالدلتا، لكن استطاعت الدولة الأول في تنفيذ أكثر من 5 أنفاق من أجل طبعا سهولة ويسر دخول وخروج البضائع وأيضا المواطنين من سيناء إلى المحافظات. على الجانب الآخر تم ربط سيناء بشبكة طرق كبيرة جدا، أكثر من 72 مشروع للطرق داخل سيناء لربط الشمال بالجنوب بالوسط، والبدء أيضا في إنشاء المدن الجديدة زي مدينة رفح الجديدة، مدينة العريش، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة شرق بورسعيد. كل دي مشروعات قومية تنموية لتوفير البيئة المناسبة والحياة المناسبة والآمنة للمواطنين في سيناء. نعم. على الجانب الآخر الاهتمام بمجال الزراعة، العمل على زراعة أكثر من 500,000 فدان من خلال أيضا توصيل شبكة ري كبيرة من خلال صحارة سرابيوم، وأكبر محطة لتحلية المياه اللي هي محطة بحر البقر. إذن كان في هذه التنمية الشاملة داخل سيناء من أجل طبعا الأول إن هي تكون حائط صد أمام الفكر الإرهابي. النقطة الثانية الاهتمام بأهالي سيناء اللي كانوا للأسف شديد كان في إهمال من الدولة زي ما قلت لحضرتك، من حكومات سابقة، رغم الأدوار البطولية التي كانوا ينفذها أهالي سيناء منذ احتلال سيناء في عام 67 حتى مواجهتهم للتنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانوا كتف بكتف مع القوات المسلحة المصرية، واستطاعوا التعاون بين أهالي سيناء والقوات المسلحة المصرية في القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانت متواجدة على أرض سيناء، وكان في تضحيات كبيرة جدا من أهالي سيناء خلال هذه الفترة. النقطة المهمة كمان هو توفير فرص عمل لأهالي سيناء من خلال طبعا المشروعات القومية الكبرى اللي تم تنفيذها، لأن كانت الأولوية في هذه المشروعات هو لأبناء سيناء من أجل طبعا توفير فرص عمل لهم، توفير حياة كريمة، والعمل على الدولة بتسعى خلال المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة إلى إعادة بناء الشخصية المصرية وإعادة بناء الوعي لدى المواطن المصري. فطبعا مع توفير فرص عمل، مع توفير بنية حقيقية، مع توفير كل وسائل الحياة، استطاعت الدولة أيضا أن تعيد الوعي لدى المواطنين، وأن هي
تزيد من البناء الشخصية المصرية الحقيقية على أرض سيناء. طبعا كان في دور مهم جدا لأبناء سيناء، بجانب طبعا الدور المهم اللي قامت به الدولة المصرية من خلال التنمية الشاملة خلال ال10 سنوات الماضية، وده كان مش ممكن كان يتحقق إلا طبعا بتضافر جميع جهود الدولة المصرية وجهود أهالي سيناء، وطبعا جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل طبعا تطهير الأرض. أكثر من 3000 شهيد، 12000 مصاب في سيناء من أجل تطهير سيناء من التنظيمات والجماعات. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد أستاذ جميل، بنسبة كم التنمية التي تحدث في سيناء في محاور مختلفة هي قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟ هو بالطبع هي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لأن سيناء أيضا بتتميز بالعديد من المواقع الاستثمارية المهمة، زي مثلا جنوب سيناء المناطق السياحية المتواجدة فيها. في سانت كاترين احنا شفنا التطوير والتحديث اللي تم في سانت كاترين من أجل جذب العديد من السياحة الخارجية. على الجانب الآخر هنجد المشروعات الاقتصادية اللي تم إنشائها في سيناء من خلال المصانع الكبرى، المصانع، ومعروف طبعا ان سيناء فيها موارد طبيعيه كتيره جدا، وفيها البنيه التحتيه الحقيقيه اللي نفذتها الدوله من اجل جذب المستثمرين الى سيناء والعمل على بدايه زياده الدخل الاقتصادي للدوله المصريه من خلال، او قيمه مضافه للدوله المصريه من خلال طبعا الاهتمام بالمشروعات الاقتصاديه في سيناء، وايضا جذب الاستثمارات. الدوله وضعت البنيه التحتيه الحقيقيه الجاذبه للاستثمار في سيناء، فكل ده بيعود بالنفع على الدوله المصريه، بيعود بالنفع على اهالي سيناء، بيعود بالنفع ايضا على المواطن في كافه ربوع الجمهوريه. اذا الاستفاده من سيناء في جميع المشروعات هي بتعود بالنفع على المواطنين، بتعود بالنفع على الدوله ككل. نعم، استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، اشكرك جزيل الشكر.